بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ومرحبا بكم إلى فقرة جديدة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالليغ اي كومبخوندر كالعادة. طبعا كنا قد وصلنا في المسابق إلى لا لاتر اس كما في كلمة سور اي لو سابل، يعني الرملة أو الرمال. ثم انتهينا إلى هاد الأحرف والمقاطع اللفظية، ثم هاد الكلمات، رأينا أس سو سي سو سا سو ساندي سيمون ساندي سيمون لا سالاد. إذن إذن أس، ثم عندنا سو ثم سي ثم سو ثم سا ثم سي ثم ساندي ساندي سيمون. طبعا سيمون اسم شخص، وبالذات وبالضبط اسم امرأة أو بنت إلى غير ذلك. سيمون ثم
لا سالاد. ثم نستكمل مع هذه الكلمات كما نلاحظ عندنا دولا سالاد كما نقول من السلطة كما لو أننا هنا عندنا شيء من السلطة دولا سالاد. إذن دولا سالاد ثم عندنا سي ساردين سي طبعا هنا عندنا سيس الحقيقة عندنا سيس هاد إكس تنطق إس كما في كلمة ديس طبعا تكتب ديكس لكنها تنطق ديس ولكن إذا كان بعد منها اسم نتكلم عن شيء نعده إذا نقول مثلا دي ساردين عندنا إكس تنطق كأس وعندما يضاف لها الاسم فحتى هاد أس لا تنطق نقول دي ساردين نفس الشيء هنا طبعا نقول سيس لكن عندما تضاف لها الاسم هنا كما عندنا في هذه الحالة إذا طبعا ننطقها سي ساردين في هذه الحالة ننطقها سي ساردين إذا نتكلم عن ست سردينات كما نقول سي ساردين ثم عندنا أنساك إذا نتكلم عن كيس أنساك كل أحرف تنطق كما نلاحظ أنساك ثم عندنا كما رأينا فيما سبق سامدي إذا نتكلم عن يوم السبت هو سامدي ثم لا سوري إذا نتكلم عن الفأرة لا سوري إذا نتكلم عن الفأرة ومن كلمة لا سوري الفأرة الخاصة بالحاسوب تسمى أيضا لا سوري لأنها تشبه الفأرة ثم عندنا لاطاس نقول مثلا لاطاس دو كافي إذا نتكلم عن كأس من القهوة إذا هنا عندنا لاطاس أما هذا الصحن الصغير فيسمى سوكوب كما رأينا فيما سبق نقول إن سوكوب إذا نتكلم عن لاطاس إلى سوكوب ثم عندنا لابغوس فوالا سيتون بغوس ومن فعل بغوسي يعني أنك تحك بهاد الشتاء إذا نتكلم عن بغوصي نقول مثلا بغوصي لي دون يعني أنك تفرك الأسنان بواسطة فرشات إذا نتكلم عن لوفيغ بغوصي إذا هنا عندنا الاسم عندنا هنا لابغوص ثم عندنا لو سابو طبعا رأينا فيما سابق لابات نتكلم عن هذا الساق يسمى لابات أما هنا فنتكلم عن أسفل الساق إذا نتكلم عن لوسابو إذا تنقولوا حتى بالنسبة لبعض
إذا نتكلم عن بعض الأحذية تسمى لوسابو، يعني مأخوذة من هذا الاسم لوسابو. طبعا هذا الطي لا تقرأ، إذا نقول لو سابو، لو سابو كأنها الطي غير موجودة، لو سابو. ثم ننتقل إلى هذه الفقرة كما نلاحظ. إذن عندنا هنا on a des mots avec ce, c'est, d'autres mots avec sous, si, ça. Ensuite on a des mots avec ça, su, c'est, ser. Nous prenons tout d'abord les mots avec ce et c'est. René, se lave. René se lave. إذن طبعا ذكرنا فيما سبق مينا se lève et se lave. On a déjà vu مينا se lève et se lave. مينا تستيقظ من سريرها، مينا se lève. Après elle se lave. بعدها هي تغسل. Elle se lave les cheveux. ممكن أنها تغسل شعرها. Elle se lave les mains. ممكن أن تغسل اليدين. et peut-être وممكن elle se lave les pieds وممكن أن تغسل الأرجل، المقصود أرجلها. ici on a René se lave mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il se lave، ولكننا لا نعرف بالضبط ماذا يغسل من نفسه. كما نقول المهم أنه يغسل نفسه. بنفس الطريقة ممكن أنه يغسل الشعر، ممكن يغسل الرجل، ممكن يغسل اليدين. غوني سولاف، المهم في هذا أن غوني يغسل نفسه. غوني سولاف. أون لو فيرب سولافي، أون لو فيرب سولافي، عندنا فعل غسل نفسه. نفسه تجي مع هاد سو، طبعا هي تتصرف مع جو، مع تي، مع إيل، مع نو، مع فو، مع إل افيك اس، مع إل افيك اس. هاد سو حتى هي تتقلب مع الضمائر. أما لو فيرب لافي بدون هاد سو، هذاك تيعني غسل شيئا، غسل شيئا آخر. مثلا كما ذكرنا فيما سابق، موا جو لاف ما فواتور، أنا أغسل سيارتي. توا تي لاف تا فواتور، أنت تغسل سيارتك. إل لاف سا فواتور، هو يغسل سيارته. Nous lavons nos voitures. نحن نغسل سياراتنا. Nous lavons nos voitures. نحن نغسل سياراتنا. Vous lavez vos voitures. Vous lavez vos voitures. أنتم تغسلون سياراتكم. Ils lavent leurs voitures. هم يغسلون سياراتهم. ولكن هنا عندنا لوفير سو لافي. إذن ممكن أنني أقول je me lave، أنا أغسل نفسي، أو أقول je me lave les cheveux، أنا أغسل شعري، أو أقول tu te laves، أنت تغسل، أنت تغسل نفسك، أو أنت تغسلين نفسك، أو أقول tu te laves les cheveux، أنت تغسل شعرك، أو أنت تغسلين الشعر. أو أقول إيل سولاف هو يغسل، أو نقول إيل سولاف هي تغسل، أو نقول إيل سولاف لي شوفو هو يغسل الشعر. إيل سولاف لي شوفو هي تغسل الشعر. أو نقول مثلا نو نو لافون، نو نو لافون. طبعا هاد سو تتقلب مع نو، تتقلب النو، تتولي في بلاصتها نو، مع نو هاد سو تتصبح نو. إذا نقول نو نو، إذا نو التانية ديال هاد سو، نو نو لافون، نحن نغسل أنفسنا. أو نقول نو نو لافون لي شوفو، نحن نغسل الشعر. أو نقول فو فو لافي، طبعا مع فو هاد سو تتقلب لفو، هاد سو تتقلب مع فو تتولي فو. إذا نقول فو فو، فو الثانية ديال هاد سو. إذا نقول فو فو لافي، أنتم تغسلون أنفسكم. أو نقول فو فو لافي لي شوفو،
أنتم تغسلون، كما نقول أنفسكم في الشعر، أنكم تغسلون الشعر. إذن vous vous lavez les cheveux، أنتم تغسلون أنفسكم الشعر، المقصود أنكم تغسلون شعركم، أو أنتن تغسلن شعركن، تقال بنفس الطريقة. أو نقول il se lave، طبعا نتكلم عن il avec s، il se lave يعني هم يغسلون مع il avec s. طبعا هاد سو، هاد سو تصبح سو، il se lave les cheveux، لي شوفو، إذن هم يغسلون الشعر، إل سولاف لي شوفو. طبعا نفس الشيء مع إل أفيك إس، نقول إل سولاف لي شوفو، المقصود أنهن يغسلن شعرهن. على كل حال، هذا فرق بين استعمال الأفعال اللي عندها سو عموما، وبالأفعال اللي ما عندهاش هاد سو. يعني في الغالب تلقى واحد المجموعة ديال الأفعال تيكون عندنا فعل تنزيد له هاد سو، تصبح عندنا فعل آخر، إذن غوني سو لاف. كما رأينا مع لو فيرب لوفي، يعني أنك ترفع شيئا، يقول لك الأستاذ مثلا لوفي لي دوا، لوفي لي دوا، يقول الأستاذ مثلا لوفي لي دوا، يعني ارفع الأصابع، لوفي لي دوا، أو بيان لوفي لي زاردواز، ارفع الألواح. لكن الأستاذ ممكن يقول لك lève-toi ou bien levez-vous. lève-toi يعني قف أنت، يعني كما نقول أوقف نفسك، أو يقول levez-vous يعني ارفعوا أنفسكم. le verbe lever يعني أنك ترفع شيئا، se lever كما نقول أنك ترفع نفسك، أنك تجعل نفسك تصعد. إذن غونيس se lave، هنا عندنا le verbe se laver يعني فعل غسل، وليس لو فيرب، ولا نتحدث عن لو فيرب سو لوفي، سو لوفي يعني رفع نفسه كما نقول، المقصود انه وقف او استيقظ من النوم كما راينا. اذا كما قلنا غوني سو لاف، غوني سو لاف، اون سو، غوني سو لاف. ابخي اون ريمي اكاسي لا طاس، ريمي a cassé la tasse. On a déjà vu qu'il s'agit du verbe casser. رأينا فيما سبق بأنه يتعلق الأمر بفعل كسر. Rémi a cassé. Qu'est-ce qu'il a cassé? Elle a cassé la tasse. إذن Rémi a cassé la tasse. إذن Rémi أنه كسر الكأس. Rémi a cassé la tasse. طبعا كما تلاحظون عندنا دوزاس، وهنا عندنا دوزاس، الفعل تيتضمن دوزاس، والاسم لاطاس تيتضمن دوزاس. طبعا الا حذفنا اس هنا وحذفنا اس هنا شنو غيوقع؟ غتصبح عندنا اس وحده بين دو فويال، ا سي اون فويال، ا اكسون ايغي سي اون فويال، عموما نتكلم عن او سي اون فويال. إذن اس تتوجد بين دو فويال، إذن ستنطق كزاد، إلا مزدناش اس أخرى غنطقوها كازي، غنطقوها كازي، وحتى لا ننطقها كازي لأن الفعل يتطلب أن ينطق كاسي، إذن طبعا نضيف اس. نفس الشيء هنا لاطاس، إذا حذفنا اس طبعا ستبقى عندنا اس واحدة بين أ و أ، وفي الحالتين توجد بين دو فويال، وبالتالي ستنطق الكلمة لاطاز، لاطاز، ستنطق هاد إس كزاد، وحتى لا تنطق كزاد، لأننا نريد أن نحصل على كلمة لاطاس للدلالة على هاد الكوب، نضيف إس حتى نحصل على هذا الصوت. إذا نقول لاطاس، لاطاس. أبخي أون ديمو أفيك سو، أفيك سو، كوم إكزومبل لا سو، لا سوغي، لا سوغي،
On a vu la souris. Voilà, c'est une souris. Voilà, c'est une souris. On a la souris. Sous, la souris. Après, on a des sous. Des sous. طبعا رأينا في المسابق بأن كلمة سو تتعني تحت وهي عكس كلمة سور. كما قلنا بأن سو هذه عكس كلمة سور. سو تحت سور فوق. لكن اللي تنشوف هنا عندنا دي سو يعني عندنا شي حاجة منا بزاف تنتكلموا على دي. نقول مثلا دي سوري إذا نتكلم عن عدة فئران. نقول مثلا دي ساك إذا نتكلم عن عدة أكياس إلى غير. نقول مثلا دي بغاص إذا نتكلم عن مجموعة فرشات. إذا نتكلم عن دي إذا نتكلم عن مجموعة أشياء. إذا نتكلم هنا عن شيء هنا لا نتكلم عن ظرف. نتكلم عن تحت أو فوق إذا هذا ظرف مكان. إذا هنا لا نتكلم عن مكان. ما المقصود بهذا السو؟ المقصود بها فلس. المقصود بها فلس. إذا نتكلم عن السو المقصود به فلس. كما نقول فرنك أو ما يشبه هذا. إذا نتكلم عن فلس يعني ليست له قيمة. إذا نقول دي السو. كما نقول فلسات. كما نقول عدة فرنكات. إذا دي السو. دي السو. ثم عندنا اون سكوب. اون طبعا هاد اس لا تنطق نفس الشيء كما راينا هنا لا سوري. لا سوري اذا هاد اس لا تنطق. ثم عندنا اون سكوب. سو سو كوب. اون سكوب اذا كما راينا الصحن يسمى سكوب. اون سو coupe, une soucoupe. Après, on a des mots avec si et ça. Comme exemple, la sa, salade. La salade. Si, si. Simone, Simone. Simone. Et de notre clément bint, mettez-le, tout simplement, Simone. Ça, ça. Me dit. سامدي 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 إذا نتكلم عن السبت. سامدي السبت. أبخي هنا دي مو أفك ساغ. ساغ باغ إكزومبل إن ساغ دين. إن ساغ دين. إن ساغ دين. أنا فيني دو فوا بور لانستون سي ساغ دين. سي ساغ دين. Ici, on a une seule sardine. On a une dana, sardine wahida. Il donne la coule, une sardine. Par contre, ici, on a six sardines. À l'axe, on a une dana, six sardinettes. Une sardine. Après, on a des mots avec su et c'est. Su, su, sur le mur. Sur le mur, فوق الجدار. Sur le mur, فوق الجدار. Papa, c'est. Comme ici, c'est. Papa sème de la salade. Papa sème de la salade. Sème, sème, c'est le verbe semer. Sème, c'est le verbe semer. هذا فعل زرع. بابا سام دو لا سالاد. بابا سام دو لا سالاد. أبي يزرع من السلطة. أبي يزرع من السلطة. إذن أبي يزرع في الأرض من هذه السلطة. بابا سام دو لا سالاد. أبخي أون دي مو أفيك سير. سير. لا مير سير لا سوب. La mère, la mère, يعني الأم, sert, sert, la soupe. La mère sert la soupe. طبعا عندنا هنا le verbe servir. Le verbe servir.
يعني خادمة، الأم تخدم لسوب يعني الحساء، المقصود أنها تقدمها مثلا للضيوف أو للعائلة. على كل حال هي تخدمها يعني أنها تقوم بخدمة بتوزيعها، إذن هي تقوم بخدمة. La mère sert la soupe. La mère sert la soupe. وحتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، نستأنف في الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.